ما فيهاش الاندفاع ده، فكلمني ازاي بتعرف توازن بين ان انت يعني ما تقعش في غلط، ما يتحسبش عليك اي اخطاء، وفي نفس الوقت تأدي بشكل جيد. والله هو طبعا يعني لعبه هاندبول كده لعبه عنيفه جدا وبتحتاج أوي. مجهود ذهني وبدني، وبعدين ان كون ان الواحد يلعب في مركزين مختلفين دي حاجه مش سهله خالص يعني، وبالذات لما بيلعب كمان في مركز البلاي ميكر او السنتر هاف اللي هو ده صانع الالعاب الفريق، فبيحتاج مجهود بدني وذهني طول الماتش، ما يقدرش يفصل في اي لحظه من لحظات الماتش، لان لو هو فصل في اي لحظه من لحظات الماتش الفريق كله بيتاثر بيه، لان هو تقريبا اللي بيتحكم في ريتم المباراه. الهجوم الهجوم يعني عكس تقريبا يعني الباك ليفت برضه طبعا عليه مسؤوليه كبيره جدا، بس هو اكتر المركز في الملعب عليه مسؤوليه هو مركز البلاي ميكر، لان هو صانع الالعاب بتاع الفريق. بس فكوني ان انا العب في مركزين دي حاجه الحمد لله يعني حاجه كويسه، وحاجه بتزود لي كمان انا امكانياتي في اللعبه اكتر. تابعت منتخب مصر في البطوله اللي كانت مقامه هنا، بطوله كره اليد طبعا اللي مصر نظمتها، شفتها ازاي؟ قيمت منتخب مصر ازاي يا كابتن محمد في اللعبه دي؟ والله هو البطوله من اولها لاخرها الصراحه كانت مشرفه جدا في كل حاجه، سواء كتنظيم وسواء كاداء المنتخب وسواء كدعم من الاتحاد، يعني الاتحاد ما قصرش في اي حاجه خالص في البطوله دي، حط جهاز فني على اعلى مستوى ولاعبين، واختار اختيارات اللاعبين كانت على اعلى مستوى، وطبعا انا تابعت الماتشات من اول يوم، يعني المستوى بتاعنا بيعلى واحده تدريجيا واحده واحده مع الماتشات لغايه ما وصلنا للتوب ليفل قدام ماتش قدام المنتخب الدنمارك، طبعا هو اقوى منتخب في العالم. بطل العالم. فطبعا فكونك ان انت تعملي مباراه زي دي مع اقوى منتخب في العالم وتفضلي ماشيه ند بند طول الماتش لحد اخر لحظه، لحد لحد اخر لحظه الرميات الترجيحيه، ده احنا كنا بنعيط هنا وكلنا كنا بنلعب يد برضه يعني تحولنا الخبراء. ده حقيقي، دي حقيقه يعني مصر كلها كانت بتتابع المباراه كمان، مش دي حقيقه الناس اللي بتتفرج على المباراه يعني، حتى يعني فانا يعني بعدي في الشارع فقدام اي قهوه او كده كل الناس مشغله الماتش يعني. صح، دي حقيقه. الحمد لله حققنا يعني نتيجه كويسه، بس ان شاء الله باذن الله في الاولمبيات اللي جايه دي نقدر نحقق ميداليه باذن الله. باذن الله يا رب. انا بشكرك جدا جدا كابتن محمد، بالتوفيق يا رب العالمين في القادم ان شاء الله. بس عايزه اعرف برضو من مدام نبيله، استاذ ياسين، روشيتا نقدر نقدمها